ما هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب؟ عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، والآية الأخرى: وإلهكم إله واحد. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ويدي في يده، فإذا رجل يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، هل من الدعاء شيء لا يرد؟ قال: نعم، يقول: أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلقة فقام رجل يصلي، فلما قعد للتشهد دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال: لقد سألت الله عز وجل بالاسم الذي إذا دعي به أجاب. عن أنس بن مالك أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، علمني اسم الله العظيم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قومي فتوضئي ثم ادعي الله حتى أسمع. قال: ففعلت، فقلت: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وباسمك العظيم وباسمك الكبير الأكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت والذي نفسي بيده. عن هشام بن أبي رقية أنه سمع أبا الدرداء وابن عباس رضي الله عنهم يقولان: اسم الله الأكبر ربي ربي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة رضي الله عنها ذات غداة فقالت: بأبي وأمي يا رسول الله، علمني اسم الله الذي إذا دعي به استجاب وإذا سئل به أعطى. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقامت وتوضأت فقالت: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت وما لم أعلم، وباسمك العظيم الذي إذا دعيت به استجبت وإذا سئلت به أعطيت. فقال: والله إنه لفي هذه الأسماء.